البنوك كل يوم بتعلن عن عروض جديدة للقروض وتمويلات ميسرة، وده علشان تجذب أكبر عدد من العملاء ليها. من ضمن البنوك دي هو البنك الأهلي اللي أعلن قرض الضمان المرتب ومن غير حد أدنى. بس إيه تفاصيل القرض ده وإيه شروطه وإيه الأوراق المطلوبة والقرض ده بيوصل لكام؟ كل ده وأكتر هتعرفه بس تتابعنا في الفيديو ده. الأسعار كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وبسبب كده كتير من الناس اللي كانت بتخطط تشتري عربية أو شقة أو حتى تفتح مشروع صغير بتفكر إنها تأجل الفكرة. لكن استنى، البنك الأهلي حلها لك، وده لأنه بيقدم قرض شخصي بضمان بفترة سداد طويلة. لكن إيه هي شروط القرض ده؟ بحسب المصري اليوم، البنك الأهلي قال إن اللي هيقدم على قرض لازم يكون من موظفين القطاع الخاص أو الحكومي، وقال كمان إن قيمة القرض للموظف هتكون بحد أقصى 3 مليون جنيه، لكن ده بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ومدة السداد هتكون 12 سنة. بس لو مش هتاخد القرض بضمان مكافأة نهاية الخدمة، إيه الحل؟ هنا البنك الأهلي قال إن ممكن تقدم عليه بضمان المرتب، لكن ساعتها هيكون بحد أقصى 2.5 مليون جنيه وفي فترة سداد لغاية 12 سنة. طيب إيه هي الأوراق المطلوبة للقرض؟ البنك الأهلي قال بالتفصيل المستندات المطلوبة عشان تقدر تاخد القرض، واللي أولها إنك تقدم خطاب معتمد من شغلك في قيمة الدخل الشهري وتاريخ تعيينك. كمان قال إن المقترض لازم يقدم تعهد من جهة عمله بتحويل المرتب أو قسط القرض للبنك، وده لحد ما يسدده، ولازم تقدم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط إنها تكون سارية، وعمر المقترض ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة لما القرض يخلص. والسؤال هنا بقى، فايدة القرض ده كام؟ هنا البنك قال إن الفايدة للقرض بتكون من 21.5% ل 23%، وده بيتحدد حسب إمكانية تحويل المرتب. طيب وبالنسبة للمصاريف الإدارية والرسوم هتكون كام؟ بحسب المصري اليوم، المصاريف الإدارية في البنك الأهلي بتنقسم حسب الثلاث حالات. الحالة الأولى لو مدة السداد 7 سنين، هنا المصاريف الإدارية للبنك بتوصل ل 2% من مبلغ التمويل، وبيتم دفعها مرة واحدة مقدم بحد أدنى 250 جنيه. أما لو هتكون لفترة أطول من 7 سنين، هنا المصاريف الإدارية هتوصل ل 3% وبحد أدنى 250 جنيه. أما عمولة السداد المعجل للتمويل من البنك فهي بتوصل ل 7% من المبلغ المدفوع، وده في حالة السداد النقدي أو التحويل، وبتوصل ل 12% من مبلغ التمويل في حالة إن بنك تاني بيقوم بسداد المديونية. وهنا نيجي لسؤال مهم، إيه هو السداد المعجل؟ بحسب جريدة المال، السداد المعجل هو إن المقترض بيوفر سيولة مالية عشان يسد القرض اللي خده من البنك دفعة واحدة، وفي الغالب السداد بيكون عن طريق قروض تانية من مصادر تانية زي الشركات أو المؤسسات، بس بيكون بأقل تكلفة من البنك. ودلوقتي قول لنا رأيك في شروط القرض الشخصي من البنك الأهلي، وهل سبق وقدمت على قروض قبل كده من البنك الأهلي أو أي بنك تاني؟ شاركونا في التعليقات.